امير كرارة بكلبش احسن. لا يعني متقمص الدور اكتر من محمد رمضان. محمد رمضان اصلا يعني تحس ان هو ليه ان هو بنسبه الناس اللي هي الشعبيه اكتر، يعني هو يخش ان هو يبقى مثلا بلطجي، يبقى مثلا بتاع مخدرات، يبقى بتاع سلاح، يبقى حاجات اللي هي دي شعبيه اكتر من هو يكون ظابط وان هو يكون جيب حق ناس او كده يعني. لا امير قرار طبعا، محمد رمضان واخد شعبيه بس مش اكتر يعني. لا شباب فنان محمد رمضان يعني انا بحس ان هو صادق شويه معاه في التمثيل بالنسبه لي انا كشخصيه. لا امير قرار طبعا، امير قرار خلى الشعب كله والناس كلها تتعاطف مع ظابط الشرطه. اي حد تاني بيخلي الناس كلها تكره ظابط الشرطه. لا محمد رمضان بالنسبه لي، انا بحب محمد رمضان، انا ما اتفرجش على المسلسل بتاع كلبش اساسا. لا هو امير كرارة طبعا، هو اكيد يعني عشان ستايله وشكله. لا محمد رمضان عشان لو احنا لو بصراحه عندنا مثلا اتنين من شخصيه محمد رمضان اللي عملها في المسلسل في مصر كانت الدنيا كانت حلوه، الضباط كانت احترمت نفسها، ما بقاش فيه الناس اللي هي المنتشين والحاجات دي ما فيش وكده. الامير كرارة جسد ضابط الشرطه بطريقه احترافيه، وكمان الشكل العامل بتاعه يدي على كده. امير كرارة احسن. لا عشان انا بحبه عمدا. لا محمد رمضان نجح فيها كويس جدا، وافضل افضل من امير كرارة. امير كرارة مؤدي دور كويس يعني، هو طبعا في حاجات يعني مش نفس الشخصيه بتاعت الضابط يعني بالظبط، بس يعني لحد كبير يعني مؤدي كويس. هو امير كرارة عامل شغل، انا بتفرج على مسلسل امير كرارة بحبه بس فاهم يعني، محمد رمضان عامل حاجه جديده. كلام شايف امير كرارة عامل دور حلو قوي، يعني المسلسل واخد شعبيه من السنه اللي فاتت، شايفه كويس اه يعني من ناحيه الجسمانيه، من ناحيه اللياقه اللي عنده، من ناحيه الكلام. لا عامل دور كويس، الاداء بتاعه كان واقعي اكتر من محمد رمضان. محمد رمضان نوع جديد يعني، وطبعا اللي هو ابن البلد اللي هو طبعا السعيد. امير كرارة حاجه ومحمد رمضان حاجه، امير كرارة طالع بكاركتر ومحمد رمضان طالع بكاركتر، ما ينفعش ان احنا نقارن بين الاثنين اصلا. امير كرارة طبعا لان محمد رمضان طالع بطيبه شويه بحكم ان هو قاضي عرفي وكده، لكن امير كرارة لا طبعا، امير كرارة هو اللي بيفوز بالموضوع ده، موضوع الضابط ده. لا امير كرارة. لا امير كرارة، رمضان لسه جديد عليه يعني مش قوي، لو انا جوزي ضابط عشان كده بقول لك، وجايبه من الصميم السجون ما بيحصلش كده، بس الصراحه امير قراره.